السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نبداو على بركه الله. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الشريطه ديال البطاطا بمكونات بسيطه وكتجي بنينه وغنيه في نفس الوقت، وان شاء الله نبقى كل مره نبارطاجي معكم شكيل ديال الشلايض ديال البطاطا. كاين فيه بزاف الشكيلات، كيجيو زوينين وبمكونات مختلفين. نبداو على بركه الله. عندنا البطاطا، عندي هذه ديجا سلقتها، نزيدو معاها تقريبا جوج معالق ديال الفلفلة مقطعة رقيقة، عندنا هنايا تقريبا تاني جوج معالق ديال البصلة رقيقة مقطعة، عندنا مطيشة، حبة ديال المطيشة مقطعة، وعندنا هنايا لي بات مسلوقة، الوليدات الصغار كيعجبوهم لي بات، هادشي علاش بغيت نديرهم ندخلهم ليهم في الشلاطه باش ياكلوا حتى الفلفله ومطيشه، ما كياكلوهمش بعد المره بزاف ولا البصله ولا هذا، كاين اللي ما كيبغيش ياكلوها في الوليدات. هادشي علاش كندخلوا ليهم البطاطا حيت كتعجبهم، ولي بات كنحاولوا ندخلوا لهم معهم انواع مختلفه ديال الخضر. دابا غنزيدوا واحد شويه ديال البصل، شويه ديال الملحه. لي بات سلقتهم انا بالملحه، يعني غير البطاطا والفلفله مطيشه والبصله هما اللي يحتاجوا الملحه، واحد شويه ديال الكمون. راكم عارفين البطاطا كيتواتى معاها نسمه الكمون، وغنزيدو معاها زيت العود اللي غنجمعو به هادو البطاطا، كنسمها لنا حتى هو، واحد ثلاثة المعالقات على حساب الكمية اللي عندكم. نخلطوهم مع بعضهم، ومن بعد نقدموهم، نزيدو عليهم واحد شوية الربيع، نزينو بهم من الفوق، وها الشلاطة ديالنا واجدة. كيفما قلت لكم ان شاء الله نبقى كل مره ندير لكم شليطه ديال البطاطا بمكونات مختلفه. راكم عارفين دابا الصيف بنادم كيحتاج شليطات باردين تكونوا مغذيين، خصوصا اللي كانت فيهم انواع مختلفه ديال الخضار باش ما كيبقاش مقتصر على نوع واحد. نجيبو الطبق التقديم، وهذا هو الشكل النهائي ديال الشطه ديالنا. دابا نزيدو عليها واحد شويه المعدنوس يتزين من الفوق حتى هو كيعطي واحد النسمه زوينه، وكنتمنى الله الطبق ديالنا ينال الاعجاب ديالكم. وكيف ما قلت لكم مره مره ندير معكم اطباق ديال البطاطا، كل مره ندير معها نوع ديال انواع الخضره وباش ننوعوا في هذا الصيف كيف ما قلنا. وكنتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاعجاب ولي كومونتير، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم باذن الله.